السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بحضراتكم الى نشره الاخبار انطلاقا من المسؤوليه التاريخيه والوطنيه التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصار الله وحلفاؤهم في هذه المرحله الحرجه من تاريخ شعبنا والظروف البالغه الخطوره والتعقيد جراء ما يتعرض له شعبنا ووطننا من عدوان غاشم وبربري من قبل النظام السعودي ومن تحالف معه بهدف قتل شعبنا وتدمير كل مقدراته الوطنيه بصوره وحشيه وبشعه غير مسبوقه في التاريخ. ونظرا للتداعيات الخطيره التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجيه العدوان والاصرار على عدم التوصل الى حلول تضمن احلال السلام الشامل والكامل في ربوع الوطن اليمني الواحد الذي يضمن استقرار وامن ووحدة اليمن وحقن دماء اليمنيين وبهدف توحيد الاراده السياسيه لاداره البلاد وتسيير اعمال الدوله وبما يحقق استقلاليه القرار الوطني والاداره الوطنيه الحره ويعزز من صمود وثبات شعبنا اليمني الكريم وقدرته على مواجهه التحديات وفي مقدمتها صلف العدوان السعودي الظالم واستخدامه لضعفاء النفوس ومن باعوا ضمائرهم بحفنه من المال المدنس وتآمروا مع العدوان على قتل ابناء الشعب من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزه والمرضى بل وشاركوا في سفك الدم اليمني اشباعا لرغبه اسيادهم وحفنه من المال وحقدهم الدفين على شعبنا ووطننا فقد وقع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس وانصار الله وحلفائهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي الاخ صالح الصماد على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسؤوليه قياده البلاد وتسيير اعمال الدوله وفقا للدستور الدائم للجمهوريه اليمنيه والقوانين النافذه فيما يلي نصه أزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه واستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يوميا وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما ارتكبته من مجازر بشع بشرية بشعة وجماعية لأهالينا وأطفالنا وهي جرائم حرب واستخدامها للأسلحة المشبعة باليورانيوم والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حرب كبرى ومحرمه دوليا ناهيك عن حصار بربري وبري وبحري وجوي بهدف تجويع شعبنا واخضاعه له ظلما وتكبرا وتجبرا على الله ورسوله وعلى الدين الاسلامي الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الانسانيه العامه وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدوليه المنظمه لذلك ازاء ذلك كله وازاء افساده بالمال العديد من المنظمات الدوليه واخضاعه له وتحكمه في قرارات الامين العام وقرارات الامم المتحده ومجلس الامن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلبا وايجابا الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الامم المتحده في جنيف او في دوله الكويت وبما ان الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبيه وقبائله الحره قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال والحق به وألحق به الهزيمة المنكرة المتكررة بنصر من الله وتأييده أزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وبما توجبه المصلحة الوطنية العليا بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وبما يقتضيه واجب الحفاظ على وحده الوطن وامنه واستقراره وسلامه اراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدوله اليمنيه والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي. اولا تشكيل مجلس سياسي اعلى يتكون من عشره اعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهه العدوان السعودي وحلفائه ولاداره شؤون البلاد الدوله او الإدارة شؤون الدوله في البلاد سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور وللمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان. ثانياً: تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس. ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرار بقرار منه. رابعا يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمه لمواجهه العدوان واداره البلاد ورسم السياسه العامه للدوله وفقا للدستور وذلك بقرار يصدره المجلس. ياتي توقيع هذا الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وأنصار الله وحلفائهم تنفيذا لرغبة الشعب اليمني خلال سنة ونصف والشعب اليمني يعاني من العدوان والآن صرنا على أساس أنه متفقين باتفاق واحد بين أنصار الله لمواجهة العدوان والإخراج اليمن من ما وصلت إليه من حصار فك الحصار الاقتصادي الجوي البري والبحري ليس هذا الاتفاق ضد احد من اي قوى ومن له رغبه من القوى الاخرى ان تشارك معنا في هذا الاتفاق فاهلا وسهلا بهم كامله. بالتوفيق نامل ان يكون في هذا شيء يخدم اليمن ارضا وشعبا. ياتي هذا الاتفاق الاستراتيجي بين انصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائه. بعد جهود كبيرة بذلها بذلتها هذه القوى الوطنية سواء فيما يتعلق بالمفاوضات والوصول إلى حل سياسي أو فيما يتعلق بتوحيد الجبهة الداخلية خاصة مع مؤشرات خطيرة جدا تؤشر إلى أن العدو متجه لإبقاء الأزمة تحت سيطرته وواقع البلد مشلول فهذا إن شاء الله الاتفاق سيكون له أثره في تعزيز الجبهة الداخلية وفي الحفاظ على مؤسسات الدولة وفي توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجالات